اليو ديانج ويحيى جبران، ده الارتكاز الثاني يا كابتن هاني اللي هو ارقامه. بص بقى على ارقام يحيى جبران، هتلاقي ارقامه الهجوميه عاليه وارقامه كمان في ليه ارقام اعلى من ديانج. فده يحيى جبران اتظلم في الماتش اللي فات ان هو لاعب في مكان غير مكانه، لكن هو لاعب مميز. عدد المشاركات الاثنين لعبوا 10، الاثنين لعيبه اساسيه في الفرقتين، احرز اهداف 1-1. صناعه الاهداف ده ما صنعش حاجه وده ما صنعش حاجه. نيجي المتوسط لمس الكوره، يحيى جبران بيلمس الكوره كم مره بقى؟ 75 مره، اكتر لعيب في الوداد زي علي معلول عندنا. اذا هو مفتاح بناء الهجمه عند الوداد، ده لازم الكره تمر عليه، لازم الكره تمر عليه في البناء دايما. هم بيحضروا بيعملوا مثلث، يحيى جبران بيبقى ارتكاز، عبد اللطيف نصير والجناح معاه ينزلوا يحضروا يعملوا مثلث ويعملوا الطوليه للجناح الثاني على طول، عشان كده دايما تلاقي لمس الكره عنده عالي. نيجي نبص على متوسط فوزه بالالتحامات، هنلاقيه اعلى من ديانج في الالتحامات 7 وديانج 4. نسبة فوز بالالتحامات الثنائية ديانج أعلى 51% 48%. الالتحامات الهوائية الاثنين قريبين من بعض. متوسط التدخلات الدفاعية الانترسبشن الاثنين قريبين من الاثنين 1 يعني. متوسط اعتراض الكرة اللي هي التاكلينج الاثنين برضه 1.8 1.9. متوسط صناعة الفرص، إذا الأرقام متقاربة بشكل كبير جدا. يعني ديانج ده على العمود الفقري بتاع النادي الأهلي، لما يبقى يحيى جبران أرقامه قريبة منه، إذا يحيى جبران لعيب كبير جدا ولعيب من أحسن اللعيبة في الوداد السنة دي. ولكن هو فعلا المدرب هو من كتر ثقته فيه يمكن فاعتمد عليه ان هو يلعب كمساك. ده هو انا متهيألي كمان الراجل اخطا المره اللي فاتت ان هو ما خلوش هو اللي يشوط ضربه الجزاء، لان هو جايب 8 اهداف من 8 ضربات جزاء، متخصص ضربات الجزاء بس بالزبط. في الفتره الاخيره هو ضيع ضربه جزاء في الوداد ان طريقه لعبه في ضربات الجزاء بالمناسبه اتحفظت. ايوه ان هو بيعمل ايه؟ هو دايما عامل زي حسني عبد ربه في كاس الامم، بيعمل ايه؟ بيستنى لاخر لحظه مظبوط، ويقوم مخلي الجون ينام في زاويه ويحطها له في الزاويه الثانيه. دي برضه لو الشناوي ياخد باله منها ان يحيى لو جبران لو ما اتحركش لان هو لو استنى هتلاقي يحيى جبران دايما بيلعبها دايما ارضي على شمال الجون. يحيى جبران ده طريقه لعبه في ضربات الجزاء، فممكن تكون هو شاف ان هي اتحفظت فراح مخلي بديع اوك ان هو يلعب. الاولاني اللي عمله ما خلوش يشوط البناء، هو نفسيا بس نفسيا. هو نفسيا صح. المقارنه اللي بعد كده برضه هنبص على معانا ياسر ابراهيم وشيخ كومارا، بمناسبه ان شيخ كومارا هيبدا بكره، عايزين نشوف ارقامه ايه مميزاته مقارنه بياسر ابراهيم اللي بيقدم بطوله كويسه جدا في دوري ابطال افريقيا تحديدا، لان هو في الدوري في بدايته ما كانش راجع كويس، بعدين الكيرف بتاعه رجع يعلى تاني. ياسر ابراهيم اصابات برضه يا دكتور، الاصابات بالنسبه لعدد المشاركات كومارا لعب كتير، لعب 9 مشاركات في دوري ابطال افريقيا، اما ياسر ابراهيم لعب 6. نسبه الفوز بالالتحامات ياسر ابراهيم اعلى من كمارا، رغم ان كمارا اطول من ياسر ابراهيم فده رقم يحسب لياسر ابراهيم طبعا. ياسر ابراهيم واحد من اللعيبه اللي بتلعب بطوله كويسه جدا، لازم الناس تحس بيه ويؤخذ على كمارا ويؤخذ الوضع الطبيعي طبعا 71% نسبه الفوز بالالتحامات، هنا 54%. نسبه الفوز بالالتحامات الثنائيه بقى بصفه عامه سواء التحامات هوائيه او ارضيه، الاثنين 65 كمارا 59 ياسر ابراهيم. الانترسبشن كمارا بيعمل 2.7 ياسر ابراهيم بيعمل 1.4. التاكلينج 1.4 لكمارا 1 لياسر ابراهيم. اذا ارقام كمارا في الانترسبشن وفي التاكلينج اعلى من ياسر ابراهيم، اذا هو مدافع كويس، مدافع كويس وممكن بيستخلص كمان، بيستخلص الكره كتير وبيتمركز بشكل كويس. طب اخبار السرعات عنده ايه كمارا؟ كويس جيد لحد كبير يعني، جيد يعني مش بطيء يعني، ممكن يكون مدافع افريقي وكده بيبقى مثلا ده اغلب المدافعين الافارقه بيبقى مثلا تمركزهم مش حلو بالزبط. بيبقى عندهم عشوائيه بالزبط. لا كمارا نوعيه مختلفه كده، بس هو فرق معاهم كمارا واشرف داري احسن اثنين مدافعين في الوداد المغربي، وهو دفاعين كمان في الوقت اللي لعب فيه شكلهم اختلف دفاعين عن بدايه المباراه. بس خلي بالك هو بقى له فتره كان مصاب هو اشرف داري، حتى يعني المعلق قعد طول الماتش يقول او بعد ما نزل قعد يقول له فين ده، ما بداش ليه من الاول، بس هو بقى له كذا شهر ما بيلعبش لانه كان مصاب اصلا. بس كان يعني كان مثلا هيكتور كوبر المدير الفني المنتخب مصر كان رامي ربيعه كان يبقى مصاب وبعدين يجي يبدا بيه عادي في بعض المباريات، خاصه لما يبقى انت ما عندكش حد اصلا يعني مش ما عندكش حلول ورا يعني، ما هو جاب يحيى جبران وحطه طالما هو مصاب وخلاص دخل جوه بقى على الدكه فهيلعب وبعدين ده ماتش مصيري وماتش نص نهائي دوري ابطال افريقيا. لا انا بتكلم الفكر نفسه ان هو يعني طالما انت واتكلمت مع عادل في كده قال طالما بيخش القائمه، اللي يخش القائمه ده لازم يكون سليم 100% طب يا اما يبقى بره، خاصه كمان ده ما ينفعش نص نهائي دوري ابطال افريقيا يعني، ده ماتشات من اهم ماتش في الموسم للمدربين وللفرق
نص نهائي دوري ابطال افريقيا. فلما يبقى طبعًا عندي مدافع كويس كويس انه ما لعبش يا سيد دائما اللاعب المصاب اللي عنده شك فيه انه مصاب لا يبدا المباراه لا يبقى بره الملعب. هو برده ممكن يكون فكر في حاجه ثانيه ان يحيى جبران هيبدا من ورا، يبدا الهجمه من ورا وهيبتدي اللعب بصوره منظمه من ورا، ولكن توقيت الجول بتاع النادي الاهلي قلب له كل الموازين. طبعا التشتيت الكوره ياسر ابراهيم اكتر 5 مرات 2 و3. طب ايه الارقام المميزه عند ياسر ابراهيم؟ برضو احنا اتكلمنا على قفشه واتكلمنا طبعا الشناوي واحد من الناس الحراس العظام، علي معلول بيقدموا بطوله كويسه، لكن ياسر ابراهيم الارقام المميزه عنده ان هو اكتر مدافع في النادي الاهلي او اكتر لاعب بيفوز بالالتحامات الهوائيه كعلى المستوى الدفاع، مروان على المستوى الهجوم، ياسر ابراهيم على المستوى الدفاع. الحاجه الثانيه ان هو اكتر لاعب شتت الكره في النادي الاهلي، بابعد الكره عن مرمى فرقتنا 5 مرات في الماتش الواحد، وده رقم كويس جدا لياسر ابراهيم برضه، فبيقدم بطوله يستحق التحيه ليها. واهم حاجه التكمله، اهم حاجه بكره ان شاء الله والنهائي باذن الله. ان شاء الله.